هل ممكن حد يتوقع باللي هيحصل له في المستقبل واللي توقعه يحصل له بالظبط؟ هل ممكن التمثيل يتقلب لحقيقة وأحداث المسلسلات والأفلام تتحقق على أرض الواقع؟ إزاي الفنان يوسف فوزي تنبأ بالمرض اللي هيعاني منه قبل ما يجيله بعشرين سنة؟ وهل فعلا كان متوقع اللي هيحصل له في المستقبل ولا ده حصل بالصدفة؟ الفنان يوسف فوزي اتصدر الترند خلال الساعات الأخيرة بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، اللي كشف من خلاله أسرار عن حياته الشخصية والفنية، وكشف عن سر الجملة اللي خلته يقرر يعتزل التمثيل. الفنان يوسف فوزي عانى في نهاية مسيرته الفنية من مرض منعه من التحكم في حركة الإيد، وأثناء تمثيل الأدوار الفنية كان دايما بيضطر يفضل حاطط إيده في جيبه معظم الوقت عشان محدش يلاحظ المشكلة اللي بيعاني منها، لكن في النهاية قرر الاعتزال وانتهت مسيرته الفنية بسبب جملة قالها واحد من المخرجين من غير قصد. الفنان حكى عن تفاصيل إصابته بالمرض وقال إنه في البداية كان بيحط إيده في جيبه عشان محدش يلاحظ، وقدم دور في مسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الفنان عادل إمام ومحدش لاحظ ارتعاش إيده، لكن لما قدم دور في مسلسل ولي العهد مع المخرج محمد النقلي كان الدور ده هو سبب اعتزال التمثيل، فالمخرج أثناء التصوير لاحظ اهتزاز إيده وقال له ما تهزش إيدك يا جو. فالفنان يوسف فوزي قال له على المرض اللي بيعاني منه، والموضوع كان محرج بالنسبة له جدا، وبعدها أخذ قرار اعتزال التمثيل لأن موضوع التمثيل كان مرهق بالنسبة له، لأنه مع كل دور بيقدمه كان بيفكر في حركة إيده أكتر من أداء الدور. الغريب في الموضوع أن الفنان يوسف فوزي من 20 سنة قدم دور في مسلسل أوبرا عايدة، والشخصية اللي قدمها كانت شخصية طبيب مصاب بمرض الشلل الرعاش، وهي شخصية الطبيب الجراح جلال عوني اللي اتصاب بالمرض خلال أحداث المسلسل وتوقف عن العمل بسببه. وبعدها بكم سنة الفنان يوسف فوزي جاله نفس المرض واعتزل التمثيل بسببه، ولما الدكتور قال له انه عنده المرض ده ما كانش مصدق وما كانش عارف يعمل ايه، وقعد يضحك لان المرض جاله زي ما مثله بالظبط وفي نفس الايد كمان. الفنان يوسف فوزي اتكلم عن حياته بعد اعتزال الفن، وقال انه بعد اعتزال الفن اكتشف اصابته بنوع من انواع التوحد، لكن المرض ده ما كانش مؤثر على حياته الشخصيه. الفنان يوسف فوزي اكتشف المرض ده عن طريق الصدفه اثناء سفره لعلاج ابنه المصاب بنفس المرض ده. لكن هل ممكن الفنان يمثل دور في مسلسل وبعدها بكم سنة التمثيل يتحقق على أرض الواقع، ولا ده حصل صدفة؟